الشاب خالد يمنع رسميا من دخول الجزائر بسبب المغرب، شنو هو القصه ديال هذا البلان؟ وشنو هو علاش اصلا الجزائر منعت الشاب خالد؟ هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو. وسمحوا لي الاخوان غادي ندوي شويه بالعاطفه، لانني فريمون انا من الناس اللي كيسمعوا الشاب خالد وكيعجبهم الشاب خالد، فداكشي علاش غندوي شويه بالعاطفه الاخوان. فما علينا، كيف ما انتم عارفين الشاب خالد هو فنان جزائري تزاد سنة 1960 في وهران. هادشي الناس اللي كيسمعوا الشاب خالد عارفين اللي فين تزاد وامتى بدا وشنو من الاغاني ديالو لي زالبوم ديالو كامل. المهم الناس اللي راه اللي غيدخل هاد الفيديو راه باين غيكون فان ديال الشاب خالد. وحنا عندنا في المغرب بنادم كيتمزك الراي بزاف، كيتمزك شاب مامي، شاب خالد، شاب حسني، بلال، المهم بزاف ديال الفنانين الجزائريين كيسمعوا لهم المغاربه. ضروري ما غتلقى شي ما تلقى ضروري غتلقى شي واحد بشي دار مغربيه كيتمزك الراي، ما يمكنش. فما علينا الاخوان، فهو السيد وصل للعالميه، بزاف ديال الفنانين العرب وصلوا للعالميه، وصل للشاب خالد، لان نالت الجدليه كبيره على ان كيقولوا الشاب خالد راه ماشي عالمي. شنو هو الفنان العالمي الاخوان؟ الفنان العالمي هو اللي كيوصل بزاف ديال الدول في العالم، كيتمزكوا لي في الهند، كيتمزكوا لي في امريكان، كيتمزكوا لي في اوروب، كيتمزكوا لي في شتى بقاع العالم، يعني هو فيما كيمشي كيعرفوا الشاب خالد وصل لهاد البارتي هادي. راه اغنية ديال ديدي راه ترجمت بزاف ديال اللغات في العالم، ديدي ديدي ديدي، المهم الناس اللي عارفين هاد الاغنية راه عارفينها. فما علينا الاخوان، فمؤخرا ناض البوز ديال بصح على وديت القضية ديال ان الشاب خالد تمنع من دخول الاراضي الجزائرية. فخرجوا بزاف ديال المؤثرين اون بارونتيز جزائريين اللي شامتين في هذه القضيه هذه وكيقولوا باللي انت اللي غلطت يا الشاب خالد. علاش الشاب خالد غلط؟ هاد الجزائريين كيقولوا باللي الشاب خالد غلط. بغيت نعرف السبب، علاش شنو الغلط اللي داروا الشاب خالد؟ فمن بعد غادي نعرف وغنكتشف باللي الغلط ديال الشاب خالد انه هز الراي ديال المغرب وانه ساكن في المغرب وانه قال واحد النهار في واحد اللقاء باللي الصحراء صحراء مغربيه. قال حنا عندنا الصحراء مغربيه، يعني السيد كيهضر على اساس ان المغرب حتى هو بلادو. هادشي ما عجبش الجزائريين، بعض الجزائريين، المهم كاين اللي فاهم كاين اللي ما فاهمش. فبزاف ديال الجزائريين خرجوا قالوا لا يا شاب خالد، لا يا شاب خالد، ما كنتيش خصك دير هاد البلان هذا، ما كانش خصك انك تهضر على المغرب بهاد الطريقه. المغرب لا لا لا، المغرب خصك تهضر عليه بشي طريقه ما هياش، ما تجبدش المغرب، ما تمشيش عند دوك الناس، لا. علما ان شاب خالد عنده قاعده جماهيريه كبيره بزاف في المغرب. كما قلت لكم باللي المغاربه راه كيتمسكوا الراي بحكم ان اللهجه المغربيه قريبه اللهجه الجزائريه، هادشي كلشي عارفه. راه وجاده وبركانيين والناس اللي في الشرق راه كيهضروا بنفس اللهجه اللي كيهضروا فيها الناس ديال تلمسان ووهران، وهو شاب خالد راه من وهران. فدونك هذوك هو فاش تزاد راه كان كيشوف عائلات مغربيه عندهم في الدار، راه ما كانش الحدود، راه كانت الديور الجزائريه مفتوحه على المغرب والديور المغربيه مفتوحه على الجزائر. يعني السيد طلع ماشي بداك فيك داك الايديولوجي ديال الحدود وديال البلاد ما عداش مع بلاد. السيد طلع في واحد الفكر ديال المغرب بحال الجزائر، الجزائر بحال المغرب، هو ما طلعش في هذه الفكره هذه. فالشاب خالد ما كيعتبرش المغرب واحد الدوله اللي معاديه مع الدوله ديالو، فهو كيعتبرها بلادو الثانيه. وهو ديما في كاع اللقاءات ديالو كيقول انا جزائري وافتخر. بل في واحد اللقاء كان هضر واحد المهات واحد المكالمه هاتفيه مع واحد المدير، سالو بحال هكا هو وياه، قال له ودي انا راه طالما كنت جزائري انا جزائري. هو كيقولها، هو مفتخر بالاصل ديالو، هو ما كيقولش انا مغربي، هو كيقول انا جزائري، انا وهراني جزائري، والدرابو ديال الجزائر فوق على الفوق، هو كيقولها بحال هكا. ولكن كيقول لهم بلي انا واحد الوقيته تبروبوزات عليا لا ناسيوناليتي فرونسيز ورفضت، علما انه بان فرنسا، علما انه هذيك لابيل اللي شداته الاولى اللي دات لي لا برودكسيون ديال المزيكا ديالو راه كانت فرنسا. وقال لهم انا رفضت لا ناسيوناليتي وبغيت تبقى عندي غير الجزائريه، وتعرضت عليه حتى لا ناسيوناليتي امريكانيه. وانا شفت بعض بزاف ديال لي روبورتاج على هذه القضيه هذه، وبزاف ديال الحوايج اللي تعرضت عليه لا ناسيوناليتي امريكانيه ورفضها، وبل قال انه بارك عليه ان
تلقى عنده لا ناسيوناليتي الجزائريه، ولكن من بعد فاش تعرضت عليه لا ناسيوناليتي المغربيه قال هذوك الناس مسلمين بحالنا بحالهم، علاش ما قبلهاش عادي ما داروا لي حتى شي حاجه؟ انا من بعد غنفصل لكم الهضره ديالو باش تفهموه. هو ذكي السيد دماغ فاهم شنو كاين، قال لهم هذوك الناس راه مسلمين بحالنا بحالهم، انا ما شغليش في الحكومه ولا في الغوفرنمون ديالهم ولا في النظام ولا في اي حاجه، انا عارف دوك الناس مسلمين بحالنا بحالهم كيسمعوا لينا اللهجه ديالنا مقاربه، فدونك عندي لا ناسيوناليتي ماروكان واعتز بها والجزائري، اللي انا اصلا الاصل ديالي جزائري. ونمشيو نركزوا دابا الاخوان على دوك الناس ينتقدوا الشاب خالد على وديت القضيه ديال لا ناسيوناليتي ماروكان، والقضيه ديال انهم تفتخروا او عجبهم الحال انه ترفض انه يدخل الاراضي الجزائريه بسبب البلان ديال انه هز الراي ديال المغرب، وماشي غير الشاب خالد، نعاودوا نقولوا راه كاين سول كينغ وكاين حتى فوضيل وبزاف ديال الفنانين الجزائريين تلغات ليهم بزاف ديال الحفلات في الجزائر وترفضوا انهم يدخلوا الجزائر. ما علينا الاخوان، حيت اللي هضر على المغرب بواحد الطريقه مزيانه ولا شي حاجه ولا هذاك النظام ديالهم كيبانيو، فما علينا. يا اخوتي الجزائريين اللي كيتفرجوا فيا دابا، انا ما كرهتش انكم تكملوا الفيديو حتى لهذا الميساج اللي غادي نوصلوا لكم. ما فهمتش حاجه واحده، كيفاش كتقبلوا على ريوسكم ان يكون عندكم واحد الفنان عنده دوبل ناسيوناليتي والجنسيه الثانيه ديالو تكون فرنسيه، فرنسا عارفين شنو دارت فرنسا ليكم؟ اشنو دارت فرنسا لبلادكم؟ وشنو دارت لجدودكم؟ وهذوك الشهداء اللي نتوما كتقولوا حنا كنتهكموا، عمرني شفت مغربي كيتهكم بالشهداء، عمرني شفت مغربي خرج وانتوما كتقولوا كنتهكموا بالشهداء، عمرها كانت كيقول الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء اللي ماتوا على سبيل الوطن ديالهم، كيف ما حنا ماتوا عندنا شهداء وفدائيين باش بغاو يحروا بلادهم. كتمشيو وكتمشيو وبقى فيكم الحال وضركم الحال على واحد الدوله، على واحد الجنسيه، على واحد الدوله اللي عاوناتكم فيها مات نتوما كنتو مقاتلين باش تحروا بلادكم. هادشي اللي انا ما دخلتش ليا لهاد الطينط ديال راسي، اللي بقيت كنشوف بعض المؤثرين اللي كيسموا راسهم مؤثرين جزائريين خارجين كيتهكم على القضيه. من المغرب اش دار ليكم؟ سؤال، هاد البلاد اللي نتوما دابا بقى فيكم الحال لان الشاب خالد خد الجنسيه ديالها، شنو دارت ليكم؟ شنو الحاجه اللي دارت ليكم دابا هاد البلاد؟ هاد الناس ما كنهضرش على الجزائريين كاملين، كنهضر على هادو اللي تهكموا على القضيه هادي. شنو دار ليكم المغرب؟ بغيت نفهم شنو دار لكم المغرب لهاد الدرجه. فرنسا اللي وما فهمتش، فرانسا اللي 120 عام ديال الاستعمار، قرن الزياده، طمست لكم الهويه، طمست لكم الهويه. فرنسا اللي بنات جميع المدن دابا حاليا اللي باقا نفس البنايات اللي كتخدموا بها باقا ديال فرنسا، وفرنسا اللي مشات هكمات لكم ودارت لكم الاباده والتجارب النوويه ديالها، داكشي كامل دارتو لكم بلادكم، وما عرفتش دوك الجماجم ديال الشهداء ديالكم مشات هزاتهم كامل وحطاتهم عندكم في فرنسا، وكتفتخروا انك تكون عندكم ناسيوناليتي فرونسيز. والمغرب اللي ما دار لكم والو في هذا الشيء، المغرب اللي هذيك المعاهده ديال لاله مغنيه والقضيه ديال ان على كيفاش تكتشفت ان فرنسا ان المغرب دوله ضعيفه بسبب انهم مشاو حاربوا باش تاخذوا نتوما الاستقلال ديالكم. راه المغرب تاريخيا وهادشي التاريخ اللي كي باصم هادشي، ديما المغرب فيما كيبغي يعاونكم كيجبد على راسو المشاكل. المغرب اللي يعاونكم راه من 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 شي قرن الزياده، قبل ما ياخذ الحمايه، قبل ما تجي لفرنسا ودير عندك الحمايه ديال 1912. والمغرب كيساند في الجزائر، والمغرب كيساند في الفدائيين الجزائريين. علاش كيقول بلي دوك الناس خوتنا؟ وحتى حنا قبل نتوما فاش جات فرنسا استعمرت الجزائر، المغرب راه كان عنده طرف من ديك الجزائر اللي دابا عندكم، ادرار وتيندوفو بالشهر، وهادشي راه التاريخ، راه ما كنقولش انا. سيروا قلبوا على رؤوسكم، ما تجيوش انا عندي تناقشوني انا، سيروا قلبوا على رؤوسكم، سيروا كاين مراجع تاريخيه، كاين دي كرون بروفيسور دو في هادشي، كاين اساتذه جزائريين هضروا على هاد القضيه هادي، بلي الاصل ديال هاد المنطقه هادي تابع للمغرب، عطيناها ليكم خذوها. ونتوما شوفوا شنو كديروا، ما فهمتش، بقى فيكم الحال، ضركم الحال على توا قبل جنسي الشاب خالد فهم، هو الشاب خالد بريزونطا هذيك النخبة ديال الجزائريين اللي فاهمين شنو كاين، بريزونطا، وتبقاو فيكم الحال أنه فنان عالمي وكذا، وما بغيتوش أنه يعطي ديك القيمة للمغرب،
المغرب راه كيعطي قيمه لاي فنان، والمغرب اعتبر الشاب خالد الجزائري راه ولدهم، اعتبر الشاب خالد ابن المغرب، لانه فهم، لان المغرب ما عندوش ديك العقده، المغرب ما عنده حتى شي عقده من الجزائر، ومن انا هذا حق الجزائري ما عندوش نهائيا. هذا هو الفرق ما بين النظام ديالكم والنظام ديالنا. النظام ديالكم اللي باقي تحت الوطأة ديال الاستعمار الفرنسي، باقي فرنسا كدير لهم بحال هكا، وغاتجي غتقولوا العكس، راه بزاف ديال الحوايج راه باينه بلي فرنسا باقا حاطه يديها على الجزائر. وسيروا قراو في القضيه كيفاش الجزائر خدات الاستقلال ديالها سنه 1962، وسيروا قراو كيفاش الملك محمد الخامس وقف مع الجزائر تاخذ الاستقلال ديالها. ولكن الحمد لله انه ما شافش هادشي، ما شافش الملك محمد الخامس داكشي اللي ولات كدير دابا الجزائر في حق المغرب. والحسن الثاني فاش خاض ديك الحرب ديالو ديال حرب الرمال سنه 1963 فاش غلبناكم لهذا البلان عقده عند النظام الجزائري اللي شنقريحه كان حتى هو عسكري وحنا اسرناه، بقى عندكم عقده هنا. داكشي علاش كاين داك الكره ديال النظام ديالكم من جهتنا. والشاب خالد كيبقى جزائري، انا كنقولها الشاب خالد كيبقى جزائري، افتخروا به كفنان، هذاك فنان جزائري، وحنا فهمتي عزيز علينا كنبغيو نسمعوا ليه، وحنا حتى حنا افتخرنا بانه خد الجنسيه المغربيه، وبركه من ديك العقده الاخوان. فهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتعطونا الاراء ديالكم. الله يعاونكم.